بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي. معكم اليوم غلاب شحات أبو الفضل، معلم الدراسات الاجتماعية والمواطنة بمدارس التربية النموذجية. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن موضوع مهم جدا من موضوعات الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، ألا وهو النفط والمعادن. طيب نبدأ كده نعرض مع بعض، وإذن درسنا اليوم عن النفط والمعادن. اللقاء الماضي طبعا هنسترجع بسرعة كده كان عن الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية، وتعرفنا إلى فوائد الثروة الحيوانية، قلنا مصدر غذائي ومصدر صناعي، ثم تحدثنا عن مناطق تركز الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية، ثم أسباب قلة الثروة الحيوانية وأساليب تنميتها. طبعا زي ما قلنا موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، ألا وهو النفط والمعادن في المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة العربية السعودية تعد أولى دول العالم في إنتاج وتصدير النفط، إنتاج وتصدير والاحتياط أيضا من النفط. طيب نعرف اليوم إن شاء الله بعد مشاهدة الفيديو أولا، ثم ننتقل إلى هذا الجدول. ماذا أعرف؟ إحنا اليوم عرضنا من شوية في الفيديو، قلنا أن النفط هذا موجود في منطقتين معنا، يا إما في البر في اليابسة أو في البحر يعني في المية. طيب كذلك النفط، تعد السعودية أكبر دولة في العالم في إنتاج النفط. ماذا أريد أن أعرف؟ هنعرف اليوم بإذن الله تعالى مجموعة من الأهداف والأشياء المهمة جدا والعناصر المهمة في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. ماذا تعلمت؟ طبعا ده يكون في نهاية الموضوع بإذن الله، ثم كيف أزيد من التعلم، هذه ترجع بإذن الله إلى مصادر الإنترنت. نفكر ونستنتج، تكثر حقول النفط ومناجم المعادن في وطن المملكة العربية السعودية، إذن تعد السعودية زي ما قلنا أكبر دول العالم في إنتاج النفط وكذلك التصدير وكذلك الاحتياطي، وكذلك أيضا مناجم المعادن في المملكة العربية السعودية. اللي يهمنا أين موقعها، موقع هذه المناجم ومواقع حقول النفط، وكذلك أهم المعادن في المملكة العربية السعودية. النفط هو من أهم الموارد الطبيعية في وطن المملكة العربية السعودية، يعني أهم مورد، يعد من الموارد الاقتصادية المهمة جدا على مستوى دول العالم، وهو أيضا مهم جدا في المملكة العربية السعودية، حيث أنه أدى إلى ارتقاء وارتفاع مستوى الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وطنيات في المركز الأول، يعني السعودية المركز الأول عالميا في الاحتياطي من النفط، وكذلك في إنتاج النفط وتصديره. وتكثر حقول النفط في وطني إما في اليابسة زي ما عرضنا في الفيديو من شوية، وتسمى حقولا برية في اليابسة، وإما تكون حقولا مغمورة في المياه وتسمى حقولا بحرية. يوجد إذن حقول النفط موجودة في هيئتين أو صورتين، إما في اليابسة تسمى حقول برية، وإما مغمورة في الماء وتسمى حقولا بحرية. طيب الغوار هو أكبر حقل نفطي بري في العالم، يجيني السؤال يقول لي ما هو أكبر حقل بري نفطي في العالم؟ هو إيه؟ حقل غوار الموجود في المملكة العربية السعودية، موجود في المنطقة الشرقية. طيب بينما أكبر حقل نفطي بحري في العالم هو حقل السفانية، يبقى حقل غوار أكبر حقل بري، وحقل السفانية أكبر حقل بحري موجود في الخليج العربي.
طيب هذا هو حقل السفانية زي ما شايفين موجود في المية. باستراتيجية التركيز المباشر نجيب عن الأسئلة التالية: يحتل وطن المركز فراغ في احتياط النفط. المركز الكام؟ احنا قلنا المركز الأول، أحسنتم يا شباب، تمام. توجد حقول النفط في وطني إما في فراغ أو فراغ. حقول النفط قلنا موجودة في أيتين أو صورتين، الصورة الأولى ألا وهي اليابسة، الصورة الثانية ألا وهي مغمورة في الماء، يبقى إما في اليابسة أو في المية. طيب أكبر حقل بري في العالم هو قلنا حقل مين؟ الغوار. بينما أكبر حقل بحري في العالم هو حقل مين؟ السفانية. ده موضوع عن النفط الموجود في المملكة العربية السعودية. نشاط: باستخدام هذه الخريطة نستنتج أو نسجل عندنا نوعين أو اسمين لحقلين من حقول النفط في البر وحقلين في البحر في المية. طيب لو نظرنا للخريطة وركزنا فيها هتلاقي حقل الغوار زي ما قلنا من الحقول الموجودة وين؟ في اليابسة، يبقى أكبر حقل بري في العالم. كذلك هناك حقل الخريص، كذلك أيضا شباب حقل شيبة، حقل الشيبة هذا موجود في الربع الخالي، حقل الشيبة موجود في الربع الخالي. بينما الحقول البحرية عندنا برضو السفانية، عندنا مرجان، عندنا كذلك عدة حقول موجودة في مياه الخليج العربي زي ما شايفين اللي هي البقع أو الألوان هذه البرتقالية، حقول نفط. حقول برية زي ما قلنا حرض، القرضي، الحرملية، مزاليج، الفرحة، أبو جفان. أما البحرية من إيه؟ طبعا ده بالإضافة إلى الغوار، الحقول البرية اللي بالإضافة للغوار اللي هو أكبر حقل بري في العالم. الحقول البحرية منيفة، الروبيان، الهامور، اللؤلؤ، اللوهة، جنى، بالإضافة إلى السفانية اللي هو أكبر حقل بحري في العالم. شركة أرامكو، شركة أرامكو السعودية هي شركة سعودية تعمل في مجال النفط، وهي شركة قديمة وعريقة تأسست في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1352 هجرية. هذه الشركة تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، كذلك أيضا مقرها في الظهران في المنطقة الشرقية. يبقى إذا مقر شركة أرامكو موجود وين؟ في الظهران المنطقة الشرقية. أضخم شركة نفط في العالم هي شركة أرامكو، تعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم كله. عدد موظفيها 67 ألف موظف وموظفة. ده موضوع عن شركة أرامكو السعودية. المعادن الجزء الثاني من الدرس، وجدنا أول جزء معنا ألا وهو النفط. لما تناقشنا أو تعرفنا في النفط على عدة أجزاء أو عناصر مهمة جدا، ألا وهي أن السعودية أكبر دولة في العالم أو أولى دول العالم في إنتاج وتصدير واحتياط النفط، الجزء الأولى. رقم اثنين، أنواع حقول النفط نوعين، حقول في البر أو في اليابسة واسمها حقول برية. رقم اثنين، حقول في البحر أو في الماء أو ممورة تحت الماء ويسمى حقول بحرية. أكبر حقل بري في العالم هو حقل الغوار، بينما أكبر حقل بحري في العالم هو حقل السفانية. طيب هنتكلم عن الجزء الثاني من الدرس ألا وهو المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية. المعادن من أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لذا قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يبقى الوزارة المسؤولة عن المعادن الشباب في السعودية هنا اسمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قامت بالكشف والتنقيب عن هذه المعادن. وفي وطن المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من المعادن تدخل في الصناعات. كلنا عارفين أن هذه المعادن أهميتها أنها تدخل في عدة صناعات مختلفة وكثيرة جدا. من أهم المعادن عندنا رقم واحد معدن النحاس في الصورة الأولى، رقم اثنين الحديد زي ما شايفين يا شباب، رقم ثلاثة الفضة، رقم أربعة الذهب. هذه المعادن موجودة في المملكة العربية السعودية. طيب في النشاط هذا ما نوع المعدن في كل صورة؟ قلنا الصورة رقم واحد معدن النحاس، الصورة رقم اثنين معدن الحديد والصلب، الصورة رقم ثلاثة معدن الفضة، الصورة رقم أربعة معدن الذهب. طبعا النحاس بالنسبة لاستخدامه زي قلنا الصناعة، يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية. يعني أنت لو جيت ومسكت أي سلك كهربائي يكون طبعا بعيد عن الكهرباء، هتلاقي انه في صناعته من الداخل بعدها ما يشيل هذا الغطاء اللي عليه، هتلاقي انه مصنع من النحاس او النحاس. طيب رقم اثنين الحديد، طبعا معروف الحديد يستخدم في صناعه او صناعات الثقيله كالحديد والصلب. رقم ثلاثه الفضه، تستخدم ايضا في عده صناعات منها الزينه. كذلك ايضا الذهب يستخدم ايضا ايه؟ في الزينه. يبقى اول صوره معنا زي ما قلنا النحاس، الحديد، الفضه، ثم الذهب. أي من المعدنين أشد قوة وصلابة في الصورتين واحد واثنين من الصورة السابقة؟ يعني مين أشد صلابة فيهم؟ طبعا عندنا صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين. صورة رقم واحد زي ما قلنا هو النحاس، صورة رقم اثنين هو الحديد. طب مين أشد صلابة؟ طبعا معروف ألا وهو مين؟ الحديد. يبقى الحديد هو أشد صلابة في الصورة رقم اثنين.
أهم المعادن المملكة العربية السعودية، المعادن الموجودة في عدة مناطق المملكة العربية السعودية. أهم المناطق الموجود فيها معادن المملكة العربية السعودية الجهات الغربية والوسطى، الجهات الغربية بجوار البحر الأحمر والوسطى أي وسط المملكة العربية السعودية. مثال من أهم المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية: الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، الرصاص، الزنك، الفوسفايت، البوكسايت. البوكسايت هذا يعد المعدن الرئيسي المستخدم في صناعة الألومنيوم. ده بالنسبة لموضوع عن أهم المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية. يبقى إذن مناطق تركز المعادن في الجهات الغربية والوسطى. هذه الخريطة بتوضح لي أهم المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية. عندنا ذهب باللون الأصفر، عندنا فضة هذا اللون هو، ثم عندنا حديد ونحاس وزنك وفوسفات ورصاص، معادن كثيرة جدا موجودة هنا في المملكة العربية السعودية في الجهات الغربية والوسطى. طيب ما أهم المعادن المملكة العربية السعودية؟ هذا النشاط لو جاني وهذا السؤال لو جاني، إيه أهم المعادن؟ يبقى إذن أول حاجة عندنا قلنا معدن الذهب رقم واحد، رقم اثنين معدن الفضة، رقم ثلاثة معدن النحاس، رقم أربعة معدن الرصاص، رقم خمسة معدن الزنك، رقم ستة معدن الفوسفات، رقم سبعة معدن البوكسايت. تمام شباب؟ يبقى إذن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والفوسفات والبوكسايت، وأهم معدن اللي هو أساس صناعة المعادن الثقيلة أو الصناعات الثقيلة في السعودية هنا، ألا وهو معدن الحديد. ده اسم موضوع عن أهم المعادن في المملكة العربية السعودية. طيب شركة معادن هذه شركة سعودية موجودة هنا في السعودية، من الشركات الوطنية التي أفخر بها لأنها تسهم في تنمية صناعة المعادن المملكة العربية السعودية. تعلمت اليوم أن وطني هو أكبر دول العالم في احتياطي وإنتاج النفط، رقم واحد في الاحتياط والإنتاج في النفط. كذلك أيضا حقول النفط في وطني إما في اليابسة أو مغمورة تحت الماء. كذلك أيضا أكبر حقل بري في العالم هو حقل غوار، أكبر حقل بحري في العالم السفانية. المعادن في وطن تركز في الغرب والوسط، ثم من أهم المعادن في وطن الحديد والنحاس والذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك أيضا البوكسايت والحديد وعدة معادن أخرى. وهذه المعادن لها فائدة كبيرة في الصناعة يا شباب، يعني تعتبر هذه المعادن أهم شيء بالنسبة للصناعة، مادة خام بالنسبة للصناعة زي ما نعرف بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. ورقة عمل عندنا هذا الجدول: السفانية، حقول النفط، برية، النفط، الغوار، بحرية. أكمل الفراغات التالية لهذه بوضع كل كلمة في مكانها المناسب من بين الأقواس. يحتل الوضع المركز الأول عالميا في إنتاج، ها أحسنتم، إنتاج النفط. نقول إذن إحتاجية يا شباب إنتاج النفط. طيب رقم اثنين، تكثر فراغ في وطني، تكثر إيش؟ ها ممتاز أحسنت، حقول النفط. طيب رقم ثلاثة، تنقسم حقول النفط إلى قسمين، حقول فراغ وحقول فراغ. هذه مهمة جدا، حقول ها برية ممتاز أحسنت جزاك الله خيرا، وحقول بحرية أحييك والله. تمام، أكبر حقل نفط بري في العالم هو حقل، وإن حقل مين؟ الغوار. تمام، أكبر حقل نفط بحري في العالم هو حقل مين؟ السفانية. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. قامت وزارة الآثار بالتنقيب عن المعادن، هل الآثار لها علاقة بالمعادن؟ لا طبعا. وليه؟ وزارة الصناعة والثروة المعدنية. يبقى إذن هذه العبارة خاطئة، وزارة شباب الصناعة والثروة المعدنية. اثنين، يوجد في وطني أنواع مختلفة من المعادن، عد أنواع من المعادن المملكة العربية السعودية. طبعا هذه صحيحة، الحديد والنحاس والذهب والفضة. تتوافر المعادن في الجهات الشمالية والجنوبية، المعادن موجودة في السعودية في الجهات الشمالية والجنوبية، هل هذا صحيح؟ احنا قلنا بجوار البحر الأحمر، والبحر الأحمر يوجد في الجهة الغربية. يبقى إذن فين؟ في الجهات الغربية والوسطى. يبقى هذه عبارة خاطئة. من أمثلة المعادن الذهب والحديد، شيء طبيعي صح. تمام، يحتل وطني المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير النفط، هذه العبارة مهمة جدا، المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير النفط، هذه العبارة صحيحة.
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبالتوفيق بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.